بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أصحاب الأشراف الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد في مدونة التعليم الزاني طبيعة الحال صفحتنا على الفيسبوك، بإمكانكم متابعتنا من هنا كذلك عبر موقعنا www.protection.com. اليوم معنا شرح موقع تي سي يو، إذا صح التعبير، أو تسو أو تي سي يو، يعني إذا مشكل في الاصطلاح تي اس يو، هذا هو الموقع. يعني سبق لنا في تدوينة سابقة قبل أسابيع يعني أن شرحنا الموقع وتحدثنا عنه، ويعني جاءت أسئلة كثيرة جدا حول الموقع، هل هو موقع موثوق، هل هو موقع نصاب، هل مجموعة من الأسئلة حول الموقع. يعني هناك شروحات كثيرة بدأت يعملها حول هذا الموقع أو هذه الشبكة الاجتماعية الجديدة، وهل هي وسيلة للربح من الانترنت، وهل هي احتيالية، أم أن الموقع صادق، أم أنه سيدفع، ما هي قصة هذا الموقع. طبعا الحال كما تعلمون أن الفيسبوك يعني هو شبكة اجتماعية كبيرة جدا، يعني تربح ملايير الدولارات إذا يعني شيء كثير، ولا تقوم بمشاركة سنت واحد مع يعني المشتركين فيها، يعني لا تقوم بمشاركة ولو يعني سنت واحد من أرباحها مع المشتركين. ما عدا يعني إذا قمت بشراء أسهم في الشركة، يعني ستكون يعني من ست يعني الربح والخسارة في البورصة، هذا شيء آخر. ولكن أن تدفع لك الشركة مقابل أن تجلب لها أشخاص، أو أن تروج الصفحات، أو أن تقوم بعمل في الفيسبوك، هذا غير ممكن بالنسبة للمشتركين والأعضاء الذين يقومون بعمل أكاونت على موقع الفيسبوك، بينما الفيسبوك يعني يستحوذ على ربح هام. والكارثة الأخرى هو أن الموقع يطلب منك إذا أردت الترويج لمنشوراتك، إذا أردت أن يشاهد منشوراتك مجموعة من الأشخاص، يجب عليك أن تدفع الأموال وتروج لهذه المنشورات، حتى كما تلاحظون بروموت بيج من هنا، ثم تقوم بالترويج لمنشوراتك على الفيسبوك، يعني تدفع لهم أموال مقابل الترويج. أما إذا أردت أن يعني أن تقوم بعمل هذه بشكل مجاني، فهي غير متوفرة على الفيسبوك. كما قلت لكم هناك موقع جديد، هذا هو الشبكة الجديدة التي اسمها تسو، تعمل على مشاركة الأرباح مع المستخدمين، هذا هو الجديد. هي شبكة مشابهة تماما للفيسبوك، موقع جديد يشبه الفيسبوك، يشارك الأرباح مع المستخدمين. الموقع يأخذ يعني ستكون مفاجأة، الموقع سيأخذ 10% من الأرباح، بينما أنت ستأخذ 90% من الأرباح. ليس أنت وحدك، أنت ومن يتسجل تحتك، ومن يتسجل يعني هو عبارة عن شبكة هرمية، أنت ومن يتسجل تحتك ومن يتسجل يعني كل من تسجل، يعني سلسلة متتابعة، من يتسجل تحت من تحت من تحت من، تتم تقسيم الأرباح في هذا الشكل. نسبة 90% لا تأتيك أنت وحدك، بل من تسجل تحتك ومن شارك روابطك يجب أن تكون متفاعلا في الموقع. سنشرح الطريقة ونشرح الموقع بشكل جيد. الموقع ليس هناك أي شيء يثبت بأنه ينصب حتى هذه اللحظة، حتى هذه الساعة الموقع موثوق، هو يعني مشهور في الولايات المتحدة الأمريكية وأحدث ضجة كبيرة، وسنشرح بإذن الله كيفية التسجيل في الموقع. أول شيء، لا يمكنك التسجيل في الموقع عبر الدخول إلى رابطه والتسجيل مباشرة، يجب يفرض عليك الموقع أن تتسجل تحت عضو سابق. يعني من أراد أن يتسجل تحت رابطي فمرحبا به، من يتسجل تحت رابطي سأقوم بمتابعته وسأقوم بإضافته كصديق، أو هو يضيفني كصديق ومن ثم أتابعه، سأشارك روابطه على صفحتي، يشارك روابطي، يقوم بإعجاب بروابطي، أعجب بروابطي، ستكون المنافع متبادلة لي وله بإذن الله. أولا ستأتي إلى رابط أسفل هذا الفيديو بإذن الله، ثم تنقر هنا، تنقر للتسجيل في موقع تيسيو طبيعة الحال، ثم ستأتي إلى الفيرست نيم، الفيرست نيم الخاص بك، يعني أي شيء، ليس هناك عندنا مشكل مثلا. ثم اللاست نيم، الاسم الثاني الخاص بك، ثم اليوزر نيم، وهو مهم اليوزر نيم. مهم لماذا هو اليوزر نيم مهم؟ لأنه هو الذي سترسله إلى أصدقائك لكي يتسجلوا عن طريقك. يعني حاول أن تضع في اسم مميز خاص بك يسهل كتابته وحفظه بالنسبة للجميع. هنا تقوم بكتابة الإيميل أدريس الخاص بك، هنا الجنس، هل هو ذكر أم أنثى، ميل فيميل،
ثم التاريخ الازدياد، انا فقط لانني ارجو ان تدخلوا معلوماتك الصحيحه، انا فقط لاني اسجل للمره الثانيه بشكل عشوائي لا ادخل معلومات صحيحه. هنا الباسورد الخاص بك او كلمه السر كما لو لاحظت. ثم sign up and complete profile من هنا. طبعا الحال هنا upload avatar، تحمل صورة خاصة بك من يعني أي صورة من تضعها، يعني أنا بالنسبة لي سأختار أي صورة ليس عندي مشكل، مثلا نختار هذه الصورة. ثم بعد أن تختار الصورة ما عليك إلا أن تدخل على apply، ثم بإمكانك التعديل على الألوان ومجموعة من الأشياء يتيحها هذا الموقع، يعني مجموعة من الأشياء التي بإمكانك التعديل على الصورة والتحكم في دقة وجودة الصورة ومجموعة من الأشياء. ثم بعد ذلك تنقر على سيف. بعد أن نقر على سيف سيتم حفظ الصورة، والأفضل أن تضع صورتك وتضع اسمك الحقيقي وتضع جميع المعلومات الصحيحة الخاصة بك، لأن الموقع يدفع الآن عبر الشيك، يعني من الأفضل والمحدد أن تدخل معلوماتك الصحيحة. بعد أن تقوم بتحميل الصورة تقوم بإبلود كوفر أو يعني خلفية لنحمل نفس الصورة ليس عندنا مشكل. ثم تقوم بتحديد الأبعاد الخاصة بالصورة، أوكي، ثم أبلاي. ثم بإمكانك أيضا أن تتحكم فيها وفي الألوان وفي مجموعة من الأشياء التي يتيحها لك الموقع عبر هذه الخاصية. ثم بعد ذلك تنقر على سيف لحفظ الصورة بشكل نهائي. فقط هذه أشياء يعني ليست مهمة، قد لا تكون مهمة للبعض ولكنها مهمة بالنسبة لي كثيرا. لماذا؟ لأنها يعني الصورة ستعطي جمالية لمن سوف يقوم بالدخول إلى مواقع. هنا البيو أو يعني ما من أنت، مثلا اسمك، أو أنا مثلا تقول أي شيء، أنا مثلا فلان بن فلان مثلا، أوكي، أي شيء تكتبه هنا، سيرتك الذاتية إذا أمكن، ثم مثلا تكتب من تن. ثم هنا الفون نمبر خاص بك، هنا إذا كان عندك موقع أو بلوجر، هنا سينجل، هنا يعني الريليشن شيب، هل أنت متزوج مطلق عازب. هنا الكورنت لوكيشن، مثلا موروكو، تختار الدولة التي أنت فيها، من الأفضل مثلا تختار الدولة التي أنت فيها. ثم هنا الهوم تاون او الاصل الخاص بك. ثم بعد ذلك تنقر على السيف وتكمل. هنا اذا اردت ان تربط الحساب بتويتر، هنا اذا اردت ان تربطه بالفيسبوك، هنا اذا اردت ان تربطه بالانستغرام، ثم بعد ذلك تقوم بربطه نيكست، ثم تكمل العمليه. جد جد سهله، يعني لن تحتاج الى كل، ستاخذ من وقت كثير. هنا بعض الاشخاص المشهورين على الموقع، طبعا الحال منهم الفاوندر اوف ذس، يعني المؤسس الخاص بالموقع، المؤسسون الخاص بهذا الموقع. ثم بعد ذلك ما عليك الا ان تنقر هنا على سكيب او تتجاوز هذه المرحله، يعني لا ليس عندنا. كما تلاحظ تظهر معك رساله هنا يو نيد تو كونفيرم يور ايميل، اوكي، هذا هو بطبيعة الحال لانني تسجلت تحت هذا الشخص الذي هو انا كما تلاحظ. ما عليك إلا كما قلت لك أن تتابعني وترسل، المرجو أن ترسل لي طلب صدقة، يعني لن أبخل عليك بالموافقة، سأوافق على طلب الصدقة. ونشرح بعد ذلك الموقع. الموقع هو كالفيسبوك، تأتي هنا وتكتب ما تشاء ثم تقوم بعملية بوست. إذا كنت تربط الموقع عبر التويتر والفيسبوك سيظهر معك تويتر وفيسبوك هنا، بإمكانك أن تنشر في التويتر وفيسبوك و تيو أو تو مباشرة دون أي مشاكل. وبعد ذلك كما تلاحظ بإمكانك عمل لايك وعمل كومنت وعمل شير، كما تلاحظ بإمكانك عمل مشاركة لهذه الروابط. وبطبيعة الحال كما قلت لكم من سيدخل ويشارك ويعلق سأدخل وأشارك وأعلق على منشوراتي. الموقع يعتمد على التفاعل، إذا كان هناك تفاعل أكثر، مشاركات أكثر، ستكون هناك أرباح أكثر بطبيعة الحال. هنا الأرنين أو الأرباح التي ستكون في الأكاونت خاص بك. أنا لأن الأكاونت لا زال جديدا
يعني هنا مجموعة من الأشياء التي سيجب أن تقرأها وتوافق عليها بالنسبة للأرباح الخاصة بالخصوصية، تقرأها وتقبلها، تضغط هنا على accept من هنا بشكل جيد، وهنا ستلاحظ أرباح. بطبيعة الحال الأيام الأولى، الأسبوع الأول لن تكون هناك أرباح كثيرة، وبطبيعة الحال يجب أن تشارك وأن تتفاعل. هنا ديسكوفر، هنا الفيد أو يعني الصفحات، يعني من الأشخاص الذين تتابعهم، الأشخاص الذين يتابعونك، ماذا يحصل هنا، النوتيفيكيشن، من قام بالإعجاب بصفحاتك، هنا المسج، فقط الموقع يدعم الرسائل، بإمكانك إرسال رسالة، أما المحادثات فهي لم يتم إضافتها بعد في الموقع. هنا البنك أو الكاونت الخاص بك، هنا يعني الاناليستيك الخاص بي، يعني الفيو يور بوست كونتينيو، اوكي هذه خاصة بسياسة الخصوصية، ثانكس اندرستاند، اوكي هذه اشياء ليست مهمة. هنا الفولورز، فيو ان يور بوست، لايك اون يور، يجب ان تكون عندك هنا اشياء كثيرة، لايك كوماند، يعني يجب ان تكون متفاعل، شخص متفاعل، فاميلي تري هنا كما تلاحظ. هنا الاهم والذي نريد ان نشرح، هنا النيتورك، هنا تشيلدرن، هنا نيو تشيلدرن، هنا فريند. مثلا انا مثلا هذا، اذا فلنفرض انا ليس هذا هو اسمي بطبيعة الحال، الاشخاص الذين يتابعونني سيتابعونني من هنا، ثم ياتي الاشخاص الذين يتابعونني لن يكتفوا بمتابعتي، يجب ان يرسلوا رابطهم الى اشخاص اخرين لكي يقوموا بمتابعتهم، واولئك الاشخاص ايضا يجب ان يقنعوهم بان لا يكتفوا بمتابعتهم فقط، بل ان يرسلوا روابطهم، وبهذا يعني هو على شكل هرم، شكل هرم يعني من اسفل الى اعلى. الكل سيستفيد، كما قلت لك الكل سيستفيد، كل من يدخل الى الموقع سيستفيد وسيكون له فائدة. الموقع ليس له فقط فائدة جني الارباح والاموال فقط، هناك فائدة اخرى من ناحية السيو، او يعني الترويج لموقعك، الترويج لمنشوراتك على اليوتيوب، الترويج لروابط الريفيرال الخاصة بك، الترويج لفيديوهاتك، الترويج لمجموعة من الأشياء، يعني لن فقط ستربح الأموال فقط، بل ستروج للمجموعة من الأشياء. كما تلاحظون هناك إعلانات تظهر في الجانب هنا، هذه هي الإعلانات التي يربح منها الموقع، وكل ما زادت أرباح الموقع كلما، كما تلاحظون كوكي كوردا is following you، فقط هذا الشخص يقوم الآن بمتابعتي، أنا لم أتابعه ولم أرسل له أي شيء. كما تلاحظون هذا الشخص كم لديه من متابع، انظروا لديه 2796 متابع، لماذا؟ لأنه هو يتابع أشخاص، يتفاعل، يشارك. كما قلت لكم بإمكانكم متابعتي، يعني كما تلاحظون ستجدون الاسم عند الدخول، بإمكانكم متابعتي من هناك. اوكي إذن هذا هو أيوب، بإمكانكم متابعتي من هنا، وكل كما قلت لكم كل من يتابعني سأتابعه وسأكون متفاعلا مع منشوراته. وتبقى خطوة أخيرة كما تلاحظون، you need to confirm your email، تذهب إلى الإيميل أدريس الخاص بك، إذا لم تجدها في البريد يعني الخاص بك، قد تجدها في يعني السبام أو البريد الآخر، بإمكانك الدخول إليها من السبام لأقوم بالكونفرميشن، تنزل ثم فيريفاي أو فيريفاي ماي إيميل أو فاليديت ماي إيميل أو شيء من هذا القبيل. والآن أنت شخص يعني دخلت، ومبروك عليك الدخول إلى الموقع، وكل شيء الآن بخير، وبطبيعة الحال الموقع متوفر على الأب ستور وعلى الجوجل بلاي. إذا كان هذا هو فيديو اليوم بمناسبة طلباتكم الكثيرة، ويعني عن شرح هذا الموقع أو كيفية الربح. إذا كل ما كانت هناك تعليقات، تفاعلات، مشاركات، إبداءات إعجاب، سيكون هناك أرباح. إذا كان هناك يعني مجرد تسجيل للتسجيل وانتظار الأرباح أن تنزل من السماء، لن يكون هناك أي شيء. تصبر وتدعو أصدقائك وتشارك إلى أن تأتي الأرباح، وتأكد من أنها ستكون بإذن الله كثيرة كلما كان متابعك بالآلاف ومنشوراتك كثيرة. إذا أتمنى أن ينال هذا الفيديو إعجابكم، ولا تنسوا الضغط على زر سبسكرايب والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.